نعم هولير، منذ الساعات أمس وحتى هذه اللحظة والقصف الجوي والمدفعي لم يتوقف على المحافظة الوسطى وتحديدا مخيمي البريج والمغازي، بالتزامن مع إعلان الجيش الإسرائيلي عن بدء عملية برية موسعة في هذين المخيمين المجاوران لبعضهما البعض والواقعان شرق بالقرب من الحدود الشرقية لقطاع غزة. حتى هذه اللحظة عدد الشهداء ارتفع إلى 76 شهيدا نتيجة القصف الجوي والمدفعي المتواصل على المخيمين. بحسب ما ذكرت المصادر الطبية تم نقلهم إلى مستشفى الشهداء الأقصى هنا في دير البلح ومستشفى العودة في النصيرات وسط القطاع، بالإضافة إلى وصول عدد كبير من الجرحى معظمهم من النساء والأطفال. ولا يزال القصف المدفعي متواصل ونسمعه من هنا من مستشفى شهداء الأقصى، حيث أن هذان المخيمان لا يبعدان عن هذا المستشفى سوى بضع كيلومترات قليلة، ونسمع الأصوات الانفجارات من هنا من داخل المستشفى. هذا بالإضافة إلى استمرار القصف المدفعي على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة، تحديدا محافظة خان يونس والبلدة الزنة وعبسان الكبيرة والصغيرة، بالإضافة إلى استهداف مناطق حي الدرج والزيتون في مدينة غزة شمال القطاع. العملية العسكرية التي أعلن الجيش الإسرائيلي عنها في مخيمي المغازي والبريج أدت إلى عملية نزوح كبيرة من المواطنين، حيث أن هذان المخيمان مكتظان بالفلسطينيين، وقد تعرض هذان المخيمان إلى عملية برية في شهر يناير الماضي، وقد انسحب الجيش الإسرائيلي بعد أن خلف دمارا كبيرا فيهم، لكنه مساء أمس أعلن عن عملية عسكرية جديدة، الأمر الذي أدى إلى نزوح الآلاف من المواطنين باتجاه منطقة دير البلح. هذا يأتي بالتزامن مع استمرار العملية البرية في مدينة رفح جنوب القطاع، والتي توسع منها الجيش الإسرائيلي شيئا فشيئا، حيث تتمركز الآليات العسكرية الإسرائيلية في منطقة دوار العودة وسط المدينة، بالإضافة إلى محاصرتها لحي تل السلطان غرب المدينة، وتقوم بإطلاق القذائف باتجاه خيام النازحين الذين يتواجدون في هذه المنطقة، حيث أن منطقة تل السلطان الواقع غرب مدينة رفح هي ما زالت مكتظة بأعداد النازحين الفلسطينيين، ويقدر عدد النازحين في هذه المنطقة بأكثر من 100,000 نازح فلسطيني ما زالوا يتواجدون في هذه المنطقة والأحياء المجاورة لهذه المنطقة، بالإضافة إلى استمرار الجيش الإسرائيلي سيطرته على محور فيلادلفيا الفاصل بين حدود قطاع غزة والأراضي المصرية، وتمركز الآليات للمناطق الشرقية لمدينة رفح جنوب القطاع. هذا التصعيد المتواصل والقصف الذي لم يتوقف منذ ساعات أمس وحتى هذه اللحظة كما ذكرت يقابله أوضاع مأساوية وإنسانية صعبة في قطاع غزة، خاصة بين صفوف النازحين في ظل استمرار إغلاق المعابر خاصة معبري كرم أبو سالم التجاري وسيطرة الجيش الإسرائيلي على معبر رفح البري. وحتى هذه اللحظة لم يتم إدخال أي من شاحنات المساعدات المحملة بالمواد الغذائية والإنسانية رغم المطالبات الدولية وضرورة إعادة فتح المعابر، إلا أن حتى هذه اللحظة ما زالت المعابر مغلقة، الأمر الذي فاقم من الأوضاع الإنسانية لدى النازحين الفلسطينيين، خاصة الآن في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة والمعاناة التي يعانوها من نقص المياه وشحها، حيث أن باتت الحصول على المياه نعم زميل عامر مشقة كبيرة، لذلك هناك سنكتفي معك بهذا القدر من المعلومات زميل عامر هل تسمعني؟ أيضا الأوضاع الصحية بدأت تتفاقم زميل عامر هل تسمعني؟ سنكتفي معك هنا زميل عامر بهذا القدر من المعلومات، ونتمنى أن تستأنف جهود مفاوضات الهدنة بقطاع غزة والتي اليوم وسائل الإعلام المصرية تتحدث عن استئنافها. شكرا لك عامر على جميع هذه المعلومات التي رصدتها من دير البلح، مراسل اليوم عامر الفرّة.